أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد الخليفة القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بأن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين شهد نموا ملحوظا في عدد الاشتراكات ونسب الانتشار لخدمات الاتصالات وحجم الاستخدام. وأكد الشيخ ناصر بن محمد أن المنافسة التي يشهدها القطاع أدت إلى انخفاض أسعار خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن النمو في هذا القطاع وحصول مملكة البحرين على مراتب متقدمة في التصنيفات والتقارير العالمية جاء نتيجة لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية التي يتضمنها برنامج الحكومة وتماشيا مع رؤية البحرين 2030. وأضاف سعادته خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تعتمد على تعزيز المنافسة ووضع إطار تنظيمي ديناميكي وفعال بصفتها جهة تنظيمية ذات كفاءة عالية تهدف إلى تقديم التقنيات الحديثة من خلال اتصالات واسعة المدى وتمكين المستهلكين وفق أحدث معايير الأمن السيبراني والسلامة.